بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. كتبت في جالي تعليق عن تغطية الشيب. كويس، هنغطي الشيب ازاي؟ هنحني شعرنا للمرة الأخيرة. ليه بقى؟ عشان نداري الشعر الأبيض كله. لكن الوصفة اللي هقولها لكم دي هتغطي الشيب اللي طالع بعد كده. حنوا شعركم بالطريقة اللي هي نحط الحنة عليها اللون اللي احنا عايزينه. خلاص حنينا شعرنا، نستعد بقى ان احنا اللي طالع الشعر اللي طالع يطلع بلون، يعني يبقى مش هيتلون اول ما يطلع اول باول. يعني الطريقة دي اللي هقولها هيطلع الشعر اول باول ملون، مش هيطلع من الجذور، يعني هنلونه بعد ما يطلع. هنجيب معلقتين بن كبار ونحطهم في كوباية كبيرة، وبعدين نحط عليهم مية مغلية ونغطيهم ونسيبهم لغاية ما يبردوا. بعد كده بنحطهم في بخاخة، عارفين البخاخة، ونرش بقى على شعرنا مرة مرتين ثلاثة في اليوم مع الاستمرار. البن اولا البن مش مضر خالص، يعني ان لم ينفع فلا يضر. هنسيبه ما نغسلوش، يعني ريحة البن حلوة مش وحشة. هنسيب البن على شعرنا، رش مرة اتنين تلاتة زي ما خمسة، مفيش مشكلة انك انت ترش كل ما تحسي ان انت عايزة ترشي ترش. مع الوقت الشعراية اللي طالعة جديد هتاخد لون، هيبقى كده احنا، لان الموضوع بياخد وقت شوية، يعني مش من اول رشة هقولك ان الشعر الابيض هياخد لون، لا بياخد وقت شوية بس استمر. وحاجة هتفيد، البن مفيد جدا للشعر ومش هيضرك في حاجة. فيديو سريع كده وما